أتساءل كما الساكنة تتساءل، ما السر وراء عدم افتتاح المسبح هذه المنشأة الريادية؟ وهذا كيحيلنا على بعض الأولويات اللي كتسبق للمسبح ولا منشآت أخرى. وهذه المنشآت الريادية اللي مقفلتها هي كنتسائلوا كيف يعقل أنها مقفلة وكيبنيو دابا تشييد جديد كيشيدوا منشأة ريادية واحدة أخرى؟ هذا هو التساؤل ديال الساكنة اللي فعلا ما مفهومش. كاع المنشآت تعرف الصرح ديالها ويستفد منها المواطن، لأن دابا أشنو العمل ديال الناس اللي كيهمهم أمر هذه المنطقة؟ هو أن يسعدوا المواطن، هذا هو اللي كاين. غتجي مناسبة أخرى باش ندوي على النقل اللي ما عندناش انطلاق شي حافلة، وغندوي على بزاف الأمور، وغندوي على أسباقيات اللي كتعطل شي حاجة واهية لا شيء. منشأة جديدة دابا كت خدامين فيها ما صالحة لوالو، هذا هو اللي كاين. من بين الحوايج اللي المواطن كيعاني منها هي ديال ما كتوصلوا حتى معلومة، في حين أن القانون ولا الدستور كيسمح لنا كمواطنين نعرفوا اش كيجرى واش كيتخطط في هذه المنطقة. حنا دابا ها هو حبس ما عارفينش، ها هو ما تحلش ما عارفينش، ها هو خدام في حاجة أخرى ما عارفينش، هذا مشكل. هذا المسبح اللي هو من ديالي دابا حاليا يعني واحد 8 سنين من 2014 وهو في الأشغال ديالو، يعني كان عليه هذا الوقت غادي بواحد الوقت بطيء جدا، يعني كان خصو يكون خارج الوجود، ولكن حاليا تنشوفوه باقي متعطل بزاف والساكن في امس حاجه ليه، وهذا غيكون تخفيف تاع الناس في التنقلات من هنايا حتى لعين الديابول ولا عين السبع ولا كشي في المسابح الكبرى باش يمشي لها. هذا مسبح اولمبي خص كلشي يضاف الجهود ديالو ويخدموا فيه باش يتهيأ لهاد الساكنه اللي هي محتاجه ليه. لان صاحب الجلاله نصر الله من دشنو باش يخدموا فيه ويحضروا لهاد الناس. وحنا بالنسبه لنا كفاعل جمعويين تنتمناو من هاد المسؤولين باش يمدوا اليد لينا في هاد المنطقه ويتحاوروا معنا باش يعرفوا حنا شنو الخصائص اللي عندنا هنا في هاد المنطقه. بالنسبه حتى الاراضي ما بقاش عندنا في بنفسي كيف تضعف، ما بقاش شي اراضي كثيره، خص يعرفوا كيفاش يدبروها. يا خاصة خاصنا واحد الحي الصناعي الان في تطور تجهيزه لاخراجه للوجود. كان تكلموا على السوق ديال الفريقيه بانه غادي يكون حي صناعي تجاري باش يكون يعود بمضوض ديال الفائده الساكنه. وتتمناو الارض اللي باقا الثانيه هي تكون شي مشروع اللي يكون خاص بهذه الساكنه باش يستافدوا منه. المشروع كيفاش تتعطل هو اصلا كان تابع لوزاره الشباب والرياضه في الاول، اما حاليا تيقولوا وقيلا وزاره الشباب والثقافه والتواصل لما خاتني الذاكره. وهذا البطء اللي هو غادي به 8 سنين راه شويه تتبان ليا كثيره على مشروع كان خصو يكون موجود للساكنه، يعني وتستافد منه الساكنه. وتنشكروا المسؤولين اللي تيقوموا تما بالمجهودات ديالهم، يزيدوا يجتهدوا معنا الله يجزيهم بخير في هذه المساله.